الراجل ده كان اكتشفت ان هو فيما بعد ان هو شغال في القطار، عايز يمشيني في الطريق ده. بس اللي كان بيمنع، اللي كان دايما بيمنعني، يعني جيت لما رفضت الموضوع ده عمل معايا حاجة وحشة جدا، يعني عشان خاطر يخليني اشتغل في الموضوع ده غصب عني مش برضايا. يعني هو مش تمليغ برضاك، هتعمليه غصب عني، لازم هتعملي اللي احنا عايزينه. وفعلا تحت الضغط عملت له كل اللي هو عايزه، بس كان دايما يسوع يمنعني، وكانت دايما العذراء تقف معايا لما كان يضربني او بهدلني.